السلام عليكم متابعين صفحة ضرغام كناري على اليوتيوب. طبعا اليوم حملة تنظيف أقفاص، نظفت أقفاص الكناري، أقفاص الحسون وأقفاص الكوكتيل، قفص مال طير حوب، أقفاص البلابل، حتى أقفاص الدجاج. طبعا اهم شيء بالتربيه النظافه للطير حتى تحافظ على طيرك سليم، ما في فاش او اي مرض او هاي. والنظافه هم حلوه، نظافه من الايمان. طبعا ان شاء الله موسم خير على الجميع، اتمنى لكم التوفيق. اخوكم ضرغام كناري. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.